بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هذا لقاءان مركلة فيريو وحوايان يعني سيدي اي كعد يعني مارتي اي كعبرين اما با اي كقيحين معاجمة اللغة العربية الو اسر كيس حوايا عبد عبد يعبد معبودا عبادة عبادة مارت معنوه ذو حوايان التذلل والخضوع والانقياد والطاعة والاستسلام والدينونة وحصلن بكتب تكون معنيا المارت ومعنوه ذو يهي استلين وخضوعيد اسليبيد استجيبين يوحي لها المال لقاء هان مركي أن مفيرنا مركي شرعي أهان أما علماء الإسلام كقاب كأي أركاء أدقين وأي أفسرين وحكو قيحين اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الخضوع والإنقياد والطاعة والاستسلام مع كمال الحب. يعني مقع اسم جامع مقع كل سنية أما كل منية وحو البؤلؤج عليه سبحانه عز وجل أو أحقره أفكار لغير لهذا أما عمل جوارح لغا سمية إذا أي ولي بل جرته استلين استليبت استجيبين أو أي ولي رحصان طهي أو إلسي جرته جعيل فربغا إنه أرقى لجر معنى أني لقصبي قصبيد لقصبيد 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 درتيد إيش دولين يا ما هانة إيش دولين ونجعلي هواي ريبن إسرائيل علماء دودي وأحبارتي صوفيا كذي وربانتي إن ربيان كسم يستين سؤال شسؤال وديو إن الناس دين تنصارا كده من الصحابي هالجليلة وعدي من حاتم ليلة أيانا وأوصوا قرايا صو رسولك آخرنا آية آيات داس يتخذوا أحبارهم أسوون ولي أو يعني صليب كأسرني هو هري جاهلية وقت الجاهلية أيه قال الدين تنصارا مركز ورسول كأسر قالي سوى صليب كنا سوى كأسرني هاي رسول كنا آية دنخرنا يه سلام مركي وحوك فهمي ربي يارك مركز السماء السنة يه إن القصة السنة يه إن لعابدو مركز وحو يري إنهم لم يعبدوهم ويري ما يعبدن يعني سيدس درت هذا ربي كما إيسان سميسان نبقى عليه الصلاة والسلام وحو صحي مفهوم كي عبادته كخلطنا بغو صحي وحو يري بلا إنا ينعبدون إسكده ويعبدين حلوا لهم الحرام حرام تيبا يحلاليين ألا كحرمي حلاشي ألا يحلاليين وكحرمي فاتبعوهم ومضير ذاتكي ذاتوينه مركاسي كراعين و حرانتي حلاليين حلال نمي اوقاتين وقراحين حلاشي كحرمين حران إني تهي أيي اوقاتين وقراحين فذلك نبي قال عليه الصلاة والسلام اتباع عاس أي عبادتهم إياهم عبادة عبدين صوفيا الكودة واتباع عاس عبادة نوحان أبنهي سيدة نوحي تهي واتباع وطاع وخضوع ويسديبذ لسديبه إذا لا عابديه أما لا أدعي لها عيو أي عبادة عبادة الله وحوية طاعته أصدر إن لها إن شرعي سل لها وحو أمره لقرها وحو خيبين لقرها ولقحر وحو أمره لقرها لصميه وحي أو رابين الغراء لقحر
هذه تاوي عبادة مركز الصوم قابية معناه هذه سيدة صورنا قنية سيدة كلمة عاني ذا أدوني ماذا هروا حاوص وشيقنا إن أي كميتهاي أدي عدة أما راع عدة هدي قفك هودي سو إسكراعو أما شيدان أو إسكراعو وحا أو شيقايو يوحا أو فرايو يوحا أو كريبايو يوحا أو قرحينايو يوحا أو حمينايو قف كاسي شيدان كي وعابودي سيدو كاليتو هوديسا قف كادو إسكراعو يوحي أو قرحيسو يوحي أو حميسو ويحي أي فرط يوحي كريبتو قف كاسي هوديسي بو إله كاليكتاي دينت إلهي نواك بحي وحانا أو دليل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ومعنى هذا أوياهي بل كورا قفك هودي سكردكت إله قفك إلهي سكردكت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه بل كورا قفك إلهي سأعابد يكردكت هودي سكردكت مرك هودا إني نقنيس إله لعابده آيات القرآن كأي عدينيسا dad badan ma aanta hawadoodina iska raacaan oo saas diinta Ilaahay uga baxeen oo shirkina ay uga dhaceen waa wax aad iyo aad yaani loo ogyahay oo aad iyo aad looga murugoodo oo waliba dadkaas waxa kala musiibo murugala ah inaysan garanaynba diinta Ilaahay inay uga baxeen hawadoodu ay iska raacayaan nabiga kaleeyhi salaatu xadiithu wuxuu ku yiri la yu'minu ahadukum hatta takuna hawaahu تبع لما جئت به أحد كين قل ما يو قفر مي الله يو رسول كيس يو دين تيس قفر مي نقل ما يو إله ودي سأيك النقطه مد راعسا أو وافقا وحي أنيق أن لا إيمت أيضا هرمتي كلاو أتكم من يا مارتي مسألة أن نقفكي إلهي وحان أحين حكم نظام كقاتا نقفك أسي ربي كدكتي أنا إله كدكتي وحكم إذا آياتنا سورة توبة كجرتا وقال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح من مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو معنى وحي سما يستنبع للي أحبار تودي ورهبان تودي توحي كبكتين ربيال اللسك ذي والمسيح من مريم يا مسيح من مريم وما أمروا لما نفر إلا ليعبدوا إن يعبدوا المعنى إلها واحدا إله كلئة لا إله إلا هو إله كل حق وعبد مجر إلا هو أسرمان اللهم مرك آيات داس حينو تلما ميسا إن منك أحبارت أها وعلماء دوضي أها يرهبانت أها يكو صوفية دوها أم عباد دوها أيو حي كدكتن بلا لي يا ربيال بكدكتن من دون الله إله سكريس يا مرك سوابت يا ربيال شو قدكتن نبي عليه الصلاة والسلام بإنو شرحية يا والمسيح من مريم حسن وحي كالكتن ربي وحي كالكتن وما أمروا لما نفرن باليهر إلا ليعبدوا إن عبدا ما هنه إلها واحدا إله كلئة لا إله إلا حق وعبدا مجر إلا هو أسرى مهن مركة آيات داس وحي آدم وجنسة يهودي يحبارتي يعني أحبارتي يرهبانتي أما علماء دين منك يكشيغيين يكوي عباد يكشيغيين إن أيقو أي ربي هالكالكتن مركة آيات النبي عليه السلام آيات داس أخرين فوح أصوى قال عدي ابن أبي حاتم ابن حاتم رضي الله عنه مركا مركو أصوى قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عنقي ساو كقرنيه كسرنيه الصليب ذهب كسميسا أيضا النبي أيضا أخرنا مركا سوء كويري حنوري بجري ميسا عابدا مركا عبادة وشيغي عدي وحوي ولنا إمارتي سجودي يا ركوعدي يا مارت أرمها سوكال مركا نبي وحيري بلا بجر يا إنهم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم مركا حرانتي بحلال ودقين يعني حلاشي بحرام ودقين ما أرتي حرامتي الحلال بودقين وين كن راعي تاسا وحيتا مركا عبادتي أي عابدين وحلا وحي إلهي سكدي سيلا عابده وطاغوتي هداد مركا شيطان كي راعده وأطيعده وحاس وقوق ورحينيو إلا أسو أود كلام له وحوم بقوق ورحينيو روح داس وقوت الماما يوحى وقود الدلالني يوحى بربرقة هو كتوسيا هداد كل راعضه بعد عابوديسا إلهي القرآن كنا وش يا شيطانك إلا عابده سورة ياسين إلهي وحقيري سبحانه وتعالى آية كجرته ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
والنبي آدم عروتي سو شيطان كه عابدين لله إلهي سبحانه وتعالى وليما مركز عابود إيسا وعدو قاقيبات راع إيسا ووركي سمق ليسا وأذا كدن بين إيسا مركز إن شيطان كلا عابده إلهي آيات سنة وعدي سبحانه وتعالى مواهنا بلان إنك قادم بولي إلهي إن إذا شيطان كعابدين أسوه ولي بعدو إليا نبي الله إبراهيم عليه السلام أسونا أسوى آبه سوت المامية أيو إلهي قرآن كوحنا وشيء وحير يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أسوى آبه سلاح ذي نبي الله إبراهيم أيو قل يا أبو أبها يو شيطان كها عابد محايا لربي بو كفرتي وعاسي قف ربي كفرتينا لما راعو ووركي سلم مغلو ولغم الضنبيو ولما أطيعو مرك شيطان كي طاغوت ساسو كن غنيا اسبو هذا عابدو طواغيد كل جرا قرتي اولي بو مارتي وسي هريا مار وحال يري عباده اي تقدير اي قيمه لو سفر كلامه جرتو الى سدح مسجد موي مكه المكرمه يا اقصى يا رنتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مدينه المنوره معنا وعباده واي مركا هدي مركا ميلك لقف كو سفره وعباده وسفره هذه العبادة نوريسها شعائرتي يقول لها هذه مارت إذا مثلا قبر ولي الله صفراء قيد الله قال مركاسة هالكاسة مركا لقصوا عبادة سنية معنا وشعائرتي عبادة الله قال لقم أكيسته قبر قيب على الطوافة سيدة بيت الله طوافة لها وشعائرتي معنا لقم أكيس انتاسه والله بريا والله خضوع والله مارت محنكر هذا إنما نقلي نبد بادي ساني البال ليه وشعائرتي عبادة حيرنتي marka ee waxa waa waxay noqonaysaa idan ma taqanaa kufri way shirki way ducadana waa cibaado magaratay waa cibaado hadii marka cibaadada allah u leeyd kala asiisana hada allah baad waxan ku soo sheeg shirki baan gaal leh haasanari an tajalu allah nidan waqt khalaqak ila ma khalas inta wa shirki ya marka cibaadada asaas kala hada cid kala siiso waa la sintay aba waa ugu dhawaata ficilaysa hataba waa imtixaan wax banaan ma aha shirki ba ka imaanay yahuudi baa la soo qaaday oo Uzair Uzair tiri waa ibnullah waa mas'ala i'tiqaadiye oo ka tartamaysa shacaairta cabudiye kadibna maanta ma aragtay waxa la soo qaaday manasaara oo tiri macnaha waxa weeye masiix waa ibnullah waa mas'ala i'tiqaadiye oo qalbiga lagu xiray kadibna waxa ka dhalatay shacaair oo la yiri waa ilaahba oo in la caabudo salaad iyo loo tukado ayaa ka dhalatay kadib ilaahi subhanahu wa azza wa jalla wuxuu quraanka ku sheegay ittakhadu ahbaran wa ruhbanan arbaban min dunillah labadoodii la isku daray ayaa waxa la yiri oday dhaqamay ama maaratay culimada diinkoodi iyo dadkii maaratay madaxweynta diimeed u ahay ayaga ayaa ilaahi ka waramay xadiiskiina waxa xusuusnaa Cadi ibn Xaatim markuu rasuulku yimid alayhi salatu wasalam oo rasuulka sallallahu alayhi wasalam oo cibaadada caabudan ku fasiray taacadi iyo tabaaci ay ku raaxeen waxay u xalaaleeyeen iyo waxay u ka xarimeen maaratay marka sababta is marka diinul xaq u haysan waxa weeye dhinacna waxay dhahayn Uzaira maaratay ibnullah ah masiixa ibnullah ah oo i'tiqaad ahaan bay waxay rumaysan ciidan Allah inay inay Allah inuu wax dhalay oo ibnullah wax la yiraahay jiraan cibaadana way ka dhalatay labadaba way caabudan dhinac kale oo nidaamkii sharaaciicda iyo qaanuunkiina hada ahbaartii ruhbaantii ku raaceen ahbaartii iyo ruhbaantii ku raaceen markii Cadi rasuulka weydiiyay alayhi salaatu innahum lam ya'buduhum markuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri alam yahillu lahum alhalal lahum alharam wa yuharrimu alayhim alhalal qala na'am fadhalika ibadatum iyyahum aw kama qala sallallahu alayhi wasallam hadith kasaso marka tahrimka iyo tahliilka iyo tahsiinka iyo taqbiixa iyo wad'i alqiyam walmawaazin hadii cid kale aan la ahayn dajido lagu raaco taa macnaheedu wax weyn la caabuday way maartay marka aayadaasuna mustalaxiisa guud u sheegaysa aayadaha sheega waxa kamida ilaahi subhanahu wa azza wa jalla wuxuu quraanka isku yiri alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dinan marka ilaahi subhanahu wa azza wa jalla diinta oo taam yeelay hadda waa diin diintii 23 ka sano soo dagaysay marka erayga diin waxa loo jeedaa alislam wa diintii oo dhan maaragtay diintii oo dhan ayaa maalintaas ilaahi taam yeel marka diina kuma ilaahi waxa kamida maartay nusuusta tusanaysa xadiiska Jibriil ya oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo muslim oo warinay
أو أركان الإسلام هي أركان الإيمان هي إحسان هي الساعة هي أمارات كذا وحكوي دي رسولك صلى الله عليه وسلم مركو كل جد وجهه جبريل وارد قاتي كدي مركو أرمي مركو رقاتي رسولك صلى الله عليه وسلم عمر بوحه ويدي مقرن إنسانك هذا مركز سؤال الله ورسوله وعلم مركز هو جبريل وإذن كيمد إنه الدين تينا إذن بره وحك سو إله أبوري هدف وأبور هدف الآن لو مأبوري هدفك إلهي وأبوري ابن آدمك إلهي أسقى الشيخ وعديه إلهي محيري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنس إيه جن عبادة وأبور عبادة داس وحاوية نحر كده الله سبحانه وتعالى إنه برتو ومركو برتو كدبنا الله أقوه قانسمو الله وحو فريه له الله وحو كره أبي كهرو إلهي سبحانه وتعالى مهمة داس أيضا يو أبوري ما دام مهمة داس ملو أبوري هدان إنسان هاي إلهي سبحانه وتعالى وح الله وحي مهمة داس نقارسي لها أيو إلهي سبحانه وتعالى ونو دردارمي ونقبوري ونقال هذلي القرآن كدرنا أرنتها سكالي عبادتنا محا أساسها فقر بها هي وحد الآن إذ كستو عابده سدارت وعبادة مسكحة يكسر لعيس وحوي وعدد فقراء وحبا أنيس ساسا عبادة كنتيبة إذ كان أود أوله إن إله نغطنا مجرى ألموه سبت أود دورا ألايكو كو إذي شايبا حديث كان بالي لدكي سقار الله كسية صحابي جني جليل كها معاذ بن جبل أيا وحيري كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار رسولك أيا وحان لصارنا دمير بان لصارنا بوجري مرت مركز رسولك اللي وحيري معاذو ما قرنيسا أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الله سبحانه عز وجل حق الدوميس وكله ما قرنيسا الدومدنا حق الله كله ما قرنيسا مركز وحان يريويري الله ورسوله أعلم الله رسولك ساقرنية مركز وجواب رسولك صلوات الله والسلام عليه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الضوامات إلهي حق وكله وحوي ألا كلي إني عابدان وآني ألا أشري من سبحانه عز وجل حق أي الضوامات كله ألان وحوي ألا يعذب من لا يشرك به شيئا إنه سر عذاب كان أنا الله وشريكي أنا سبحانه عز وجل مركا حديثك وعن كقرنين أولا الله سبحانه عز وجل حق أنه إنو يهي أن نعبده ولا نشرك به شيئا كلي إنا نعابدنه كلي إنا نعابدنه مركا لا نهينا عبادة معنية ظهر نصو أرقني ولا ومعوها نرشين أردن إن الله أديبنا سبحانه عز وجل نرشين أردن إنه إلهي تريك نقض سبحانه عز وجل من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة أريك أفكا عنك لأن هاي عملك عن قوانين قلوبتين اللي حذي إذا وحق هذا يبرنينك إذا وحق هذا انتبه الله سبحانه عز وجل إنا نقع أمر قادرنا كو الله كدن بايا وحاني الله فسح وهيستنين كو أن سمينين إنا نقعنا الله سبحانه عز وجل تاسوى حق أن نقول يا مارت أن نعبده ولا نشرك به شيئا سيد حديثك رسولك وقع صلوات الله والسلام عليه وسلم